بالقبول ثم تقوم الإدارة بسحبه. حالة رفض الإدارة تسليم ثم اللجوء إلى الوقف التنفيذ. هنا الجهة المخولة للطعن قد يكون من طالب الرخصة المستفيد أو من الغير المتضرر، ممكن يكون جار. نقول المسألة الاختصاص النوعي نشير لها. الطعن يكون أمام المحكمة الإدارية إذا صادر عن رئيس مجلس الشعب البلدي، ممكن المحاكم الاستئنافية الجهوية اللي تنصبت الأسبوع الماضي يكون طعن تاع القرار تاع الوالي أمام الغرفة الجهوية ولا المحكمة الجهوية، وكاين طعن أمام الجدولة إذا قرار صادر من الوزير. هذا الكل ضمن أجل محددة في المرسوم التنفيذي 91-176 بأربع شهور تحت قائمة عدم القبول. وعليه القاضي الإداري إذا تبين له أن القرار غير معلل ومشوب بعيد من عيوب التي تمس غير مشروع أن يأمر بإلغائه ويأمر الإدارة بتسليم الرخصة. كاين حالات المحكمة الإدارية تلغي القرار المشوب وفقط. كاين مبدأ مونتاسكيو جاب واحد المبدأ تاع مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا يتمشى تقريبا في العالم كله، السلطة القضائية التشريعية التنفيذية، ما كانش واحد يتدخل في سلطة أخرى. إذا نحن عندنا المشرع الجزائري عندنا المادة 978 قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والمادة 981 تخول القاضي الإداري توجيه أوامر للإدارة لغرض التنفيذ، وفي حال عدم التنفيذ عنده الحق يلجأ إلى غرامة تهديدية. هذه هي سيدي الرئيس.